بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب فيكم في هذا الملتقى التفاعلي عن بعد. هذا الملتقى بتنظيم الجمعية السعودية لطب صدر الأطفال والجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر. نشكر في البداية المنسقين والداعمين لهذا المؤتمر، شركة أسترازينيكا. والفكرة من هذا الملتقى هو أن يكون يعني لقاء تحاوري نناقش فيه موضوع مهم، ألا وهو موضوع الربو عند الأطفال. كما تعرفون الربو مشكلة تواجه كثير من الأسر في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي وفي العالم بشكل عام، زي ما بتشوفون إن شاء الله. ما نبدأ بعرض بعض الأسئلة على شكل تصويت، يعني أو شيء ما أعرف بنفسي. أنا اسمي الدكتور عادل الحربي، أستاذ واستشاري في طب الأطفال والأمراض الصدرية وطب النوم، رئيس الجمعية السعودية لطب صدر الأطفال وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر وأمين مجلس الإدارة. طبعاً هذه الملتقيات هي من ضمن الأنشطة التي تقوم فيها الجمعية، والهدف منها هو التواصل مع المرضى والأهالي والأسر في ظل جائحة كورونا، كفانا الله شرها وإن شاء الله إنها تكون جائحة تمر عابرة. طبعاً في ظل هذه الجائحة قد يكون الصعوبة بمكان إنه الأهالي أو المرضى يتواصلوا مع الأطباء في العيادات وفي المستشفيات، فلذلك جاء دور التواصل عن بعد. من ضمن المنحة التي اكتسبناها من هذه الجائحة إنه بدأنا نتعرف على تقنية جديدة وطرق جديدة في التواصل عن بعد، وأعتقد أن هذه من الأشياء اللي استفدنا منها كثير سواء على مستوى الصحي أو المستوى الآخر. خلينا نشوف بعض الأسئلة اللي هي سؤالين ثلاثة كده، مجرد تستر يعني نشوف مدى المعلومات المتاحة عندكم قبل ما ندخل في المحاضرة بشكل رئيسي. طبعا المحاضرة تنقسم إلى عدة محاور. المحور الأولى محاضرة سوف نلقيها باللغة العربية بعض الفيديو فيها، والجزء الآخر منها حيكون أسئلة وأجوبة، يعني تسألون ونجاوب، بنشوف إذا نقدر نساعد هذا الموضوع. وفي الأخير برضو حنظر نعرض بعض الأسئلة اللي هي على شكل تصويت. السؤال الأول، هل مرض الربو شائع في السعودية؟ الجميع 100% جاوبوا أنه نعم، وهذا معناته أنه فعلا الجميع موافقني أو يوافق أنه مرض شائع، ليس فقط أنا اليوم بنتكلم عنه، لكن معناته فعلا الناس تعاني والناس شافة هذا الشيء. السؤال الثاني كان، هل مرض الربو أو مرض الربو لا يصيب الأطفال، هو فقط يصيب الكبار؟ الجميع قال أنه لا، يعني معناته أنه يصيب الكبار والصغار، وهذا حقيقة. السؤال الآخر، يعتبر مرض الربو ناتج عن التهاب غير بكتيري يصيب القصبات الهوائية ويحتاج مضاد حيوي؟ هنا في اختلاف صار، في ناس قالوا نعم يحتاج مضاد، وبعضهم قال لا، والإجابة الصحيحة طبعاً إنه ما يحتاج مضاد، هو التهاب من الجملة غير بكتيري، وبالتالي ما يحتاج مضاد. إذا لا يحتاج مضاد، هذه الإجابة الصحيحة. هل هناك علاقة بين الربو والوراثة؟ 83% قالوا نعم هناك علاقة، 17% قالوا لا ما هناك علاقة، وحنشوف في المحاضرة هل في علاقة أو لا. هل مرض الربو يختلف عن الربو عند الكبار؟ 50% قالوا نعم يختلف، 50% قالوا لا ما يختلف. برضو حنشوف أثناء المحاضرة هل هو يختلف ولا لا. مرض ربو عند الأطفال يعتمد على التحكم بالأعراض قبل حدوث النوبة، يعني معنى السؤال هل مرض الربو هو نعالجه قبل ما تحدث النوبة، ولا نخليه الإنسان يمرض ويتعب بدنا نعالجه. طبعا 83% قالوا نعم، يعني يحتاج نعالجه قبل النوبة، وهذا الإجابة الصحيحة. يمكن للمريض إيقاف الأدوية والبخاخات بعد زوال أزمة الربو؟ 50% قالوا نعم، 50% قالوا لا. طبعا والإجابة الصحيحة أنه لا، ما يوقف العلاج، هو نستمر زي ما حتشوفوا في المحاضرة. التحكم بمرض الربو عند الأطفال مبكر يؤدي لاحتمالية اختفائه عندما يكبر. برضو 76 أو 67% قالوا صح، 33 قالوا لا، والإجابة الصحيحة أنه نعم، هو لما نتحكم بالربو مبكر
احتمالية الإصابة بالربو الكبار تقل، وهذه أحد أيضا المميزات لعلاج الربو المبكر عند الأطفال. السؤال كان في بخاخ الأطفال التي تحتوي على الكورتيزون ضرورية في العلاج تعتبر آمنة؟ يعني 50% قالوا نعم آمنة، و50% قالوا لا. يبدو أنه في هناك يعني تخوف من الجمهور، وهذا اللي راح نناقشه إن شاء الله، ونبين أنه ليس هناك أي مضرة من استخدام البخاخات اللي فيها الكورتيزون. والسؤال البخار كعلاج الربو يعتبر أفضل من البخاخات؟ 67% قالوا نعم يعتبر البخار أفضل من البخاخ، و33% قالوا لا مو أفضل. طبعا هو الإجابة البخاخ هو الأفضل وليس البخار، ولكن هناك دواعي لاستخدام البخار حنشوفها في المحاضرة. يعني البخار فعلا يعني مهم وضروري وله احتياجاته، ولكن ليس بالفيرست يعني اوبشن. بنشوف الان نبدا المحاضره على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا عنوان المحاضره الربو عند الاطفال، ما يجب معرفته في ظل جائحة كورونا، والأهم هو اللقاء المفتوح في الأخير. يعني بليز إذا كان في أي أسئلة في خاطركم اكتبوها في Q&A، لا تكتبونها في الشات، في Q&A، ونجمع الأسئلة في الأخير نحاول نجاوبها في آخر اللقاء. طبعاً زي ما ذكرنا انه هذه ضمن الحملات التوعويه اللي تقوم فيها الجمعيه، وهي اليوم برعايه من شركه استرازينيكا مشكورين، وهذا دور يعتبر من الادوار المهمه للشركات الادويه في دعم العمليه التثقيفيه والعلميه للجمعيات العلميه وكذلك المستشفيات والمنشات العلميه. هذا دور اساسي يقومون فيه الاخوان في الشركات الادويه ويشكرون عليه. المحاول اللي سوف نناقشها إن شاء الله خلال هذا اللقاء، ما هو الربو تعريفه بشكل مبسط، وما هي أهمية تشخيص الربو الأطفال وعلاجه خصوصا بشكل مبكر، وما هو الفرق بين ربو الأطفال وحساسية الصدر، وكذلك هل الطفل المصاب بالربو معرض للإصابة بفيروس كورونا، وما هي أهم النصائح والإرشادات في علاج الربو في ظل هذه الأزمة، بالإضافة إلى بعض النصائح الأخرى، ما هي آخر المستجدات لعلاج الربو عند الأطفال، وفي الأخير حيكون في هناك خاتمة وخلاصة. طبعا ما رح نعرف الربو وطبيعته وكيفيته وماهيته إلا بمعرفة الجهاز التنفسي وطريقة عمله. طبعا الله سبحانه وتعالى خلق الجهاز التنفسي للإنسان لهدف رئيسي، لإمداد الجسم بالأكسجين من الهواء واستخلاصه من الهواء، وأيضا زي ما أنتم عارفين الأكسجين مهم جدا في عمليات الأيض وعمليات البناء وعمليات إنتاج الطاقة في الجسم في الخلايا، ولذلك هو مكون رئيسي لبناء الجسم والمحافظة عليه. نتيجة لهذا العمليات الأيضية وعمليات الطاقة وإنتاجها والبناء في الخلايا، طبعا هناك يكون waste material أو يعني نفايات، من ضمن هذه النفايات هو ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون لابد أن نتخلص منه من الجسم لأنه من ضمن السموم، فيقوم الجهاز التنفسي مشكورا بإخراجه عن طريق الرئة والجهاز التنفسي العلوي إلى الهواء. إذن الجهاز التنفسي هو يبدأ من الأنف، فتحة الأنف، ثم يبدأ يدخل في الأنف والجيوب الأنفية ويدخل على منطقة الحنجرة العلوية والبلعوم واللها والقصبة الهوائية التي بدورها تنقسم إلى يعني جزئين نسميه نحن القصيبات أو القصيبات الهوائية اليسرى، هذه اليمنى هنا والقصيبة اليسرى، وبالتالي تتفرع تلك القصيبات الهوائية اللي هي أنابيب تهوية إلى أفرع صغيرة فصغيرة. أنا دائما أشبهها بشجرة، الشجرة جذعها للأعلى
وأغصانها للأسفل كأنها شجرة مقلوبة، يعني كأن الشجرة الجذع فوق والأغصان تحت، وتبدأ تتفرع في تفرع هذه القصيبات أو القنوات التهوية التنفسية إلى أفرع صغيرة 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 إلى أن تصل إلى الحويصلات الهوائية التي يتم فيها عملية تبادل الغازات. نحن ذكرنا أن الأكسجين يدخل الجسم ويروح عن طريق الدم ويروح للخلايا والجسم ويستفاد منه في العمليات إنتاج الطاقة والعمليات البناء، ثم يخلص من تلك العملية ثاني أكسيد الكربون كنفايات، يقوم الدم مشكورا يرجعها للرئة، وفي الرئة في الحويصلات يتم التبادل الغازات ويطلع على الرئة وتخرج عن طريق الأنف. إذا هذا يعني باختصار الجهاز التنفسي ودوره في عملية إبقاء الجسم بشكل فعال أثناء الليل والنهار. طيب ممتاز. إذا كلمة الربو، نحن لما نقول ربو أو أزمة، الأزمة طبعا الأزمة هي الكلمة جاية من كلمة أسمى بالإنجليزي، وهي في نفس الوقت أعطت المفهوم اللي هو الأزمة، الأزمة من ضمن الأزمات اللي يمر فيها الإنسان أزمة. فالربو هو الأزمة أو الأسمى بالإنجليزي، زي ما ذكرنا هي عبارة عن مرض، هو مرض مزمن، يعني مرض مزمن يصيب الإنسان لفترات طويلة، وليس يعني هو ما هو مرض يعني حاد فقط يحدث اليوم وبكرة زي الالتهابات وينتهي، لا، هو مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة لالتهاب. ولاحظوا التهاب، لكنه هذا الالتهاب غير جرثومي، يعني لا يسبب بكتيريا ولا فطريات ولا فيروسات، هو تهيج يعني التهاب، لكنه ليس بسبب جرثومة معينة كالالتهابات الفيروسية والبكتيرية وغيرها. هذه الالتهاب الغير جرثومي يصيب مجاري الهواء في الرئتين، خصوصا المجاري الهوائية السفلية اللي ذكرناها من القصيبات الهوائية الدنيا إلى الحويصلات الهوائية، ويبدأ نتيجة لهذا الالتهاب زي ما حنشوف في الفيديو القادم، ضيق في هذه القصيبات امتلاءها بإفرازات مخاطية مما يؤدي إلى ضيقها، وبالتالي يكون على حساب تبادل الغازات اللي ذكرناها، يعني بالذات الأكسجين إيصاله للجسم أو خروج ثاني أكسيد الكربون، فيصير نسميها الأزمة أو النوبة، وتأتي هذه النوبة على شكل ضيق تنفس للشخص يرافقها صفير خصوصا أو أزيز أو خشخشة بمنطقة الصدر. طبعا هذا ناتج عن انقباض في العضلة التي تحيط بالشعب الهوائية، مما يؤدي لتراكم البلغم في هذا المجرى وانسداده، والانسداد ليس كامل، قد يكون انسداد جزئي، قد يكون يعني نسبة تزيد، فكلما زادت نسبة الانسداد كلما زادت الأعراض. طبعا كقاعدة عامة ليس هناك علاج لمرض الربو، يعني علاج قاطع، يعني ما نقول والله الربو هذا نعطيه علاج وخلاص وما شاء الله تبارك الله انتهينا ومع السلامة، لا، العلاج يتحكم في الأعراض وليس في إنهاء المشكلة من أساسها. طيب التغيرات التي تحدث في الجهاز التنفسي بسبب أزمة الربو، هنا قبل اللي بالأخضر وهنا أثناء الأزمة، حنشوف إيش اللي يصير بالضبط قبل الأزمة كيف حيكون الوضع. قبل الأزمة عندنا الجهاز التنفسي زي ما ذكرت لكم، الحنجرة والقصيبات الهوائية، ولو أخذنا قصيبة من هذه القصيبات الصغيرة وبدأنا نكبرها، يعني كبرناها طلعناها وكذا حطناها تحت الميكروسكوب وكبرناها، لو وسوينا فيها مقطع عرضي لوجدنا هذه القصيبة عبارة عن أنبوبة، الأنبوبة هذه في الداخل زي ما انتم شايفين عبارة عن مجرى، ويحاط هذا المجرى بالجدار، وخارج الجدار في الشرائط هذه الحمراء عبارة عن عضلات تحيط بهذا المجرى. طبعا تخيلوا معي هذه أنبوبة من ضمن أنابيب كثيرة داخل الرئة، قد تصل إلى 8 مليون أنبوبة داخل الرئة، وكلما كانت هذه الأنابيب متأثرة كلما زادت الأعراض. هذا طبعا الجهاز التنفسي الطبيعي، العضلات المحيطة خارج الجدار الأنبوب الأنابيب التنفسية تكون مرتخية، يكون جدار حجمه طبيعي، والمخاط في الداخل اللي هو ضرورة لإخراج الميكروبات وتنظيف يكون موجود بس بكمية بسيطة ليست تسبب أي مشاكل. في لحظات في خلال ثواني عندما يتعرض الإنسان للمهيجات الخارجية
اللي قد تكون على شكل غبار او بخور او عطور او يعني انواع كثيره من المهيجات اللي يستنشقها الانسان من الانف، تتحول هذه القصيبات وهذه الانابيب التهويه داخل الرئه اللي هي قلنا هذا نموذج من الملايين اللي موجوده في 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 في, في الرئه، تتحول في خلال دقائق او ثواني الى هذا الشكل، فتصير هناك تقلصات في العضلات اللي كانت مرتخيه زي ما انتم شايفين، كانت مرتخيه فجاه ضاقت وسوت شد على الانبوب وسببت له ضيق في الداخل. هناك حيكون احتقان شديد داخل جدار الانابيب التهويه اللي هي مره ثانيه اعيدها اللي هي عددها كبير جدا وليست واحده، بدل ما كانت يعني مرتخيه. الافرازات المخاطيه داخل الانابيب تزيد كثافه، وبالتالي يصير عندنا عده مراحل للضيق. اول الجدار احتقن داخله فيه سوائل وبلغم وافرازات مخاطيه، وبالخارج العضلات عمال تضغط على الجهاز التنفسي على القصيبات الهوائيه، وبالتالي تخيلوا معايا كان الاكسجين يمر رايح جاي هنا بسهوله، وثاني اكسيد الكربون يطلع هنا الضيق، فيبدا الطفل او المريض يبدا يعوض هذا النقص بزيادة معدل التنفس، فيبدأ التنفس يزيد الآن، يبدأ يعوض النقص اللي صاير. مثلا أنا أحتاج كميات معينة من الأكسجين، فلأنه ضاق علي المجاري التنفسية أبدأ تنفس بشكل سريع 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 عشان أحاول أعوض النقص، وهذا يؤدي إلى زيادة سرعة التنفس. ويبدأ المريض أيضا يكح، لما يبدأ يكح المريض ليس المرض أو الكحة ليست بمرض في حد ذاتها، لأنه هو عامل مساعد في محاولة نفخ هذا الأنبوب اللي أنا أشر عليه الآن اللي هو ضيق. تخيلوا معايا كأنه في بالونة ياسين ننفخها بالهواء عن طريق الكح، فتبدأ عملية الكحة محاولة زيادة الضغط داخل هذا الأنابيب لإعادتها لهذا الوضع. فإذا الكحة عند مريض الربو هي مؤذية وتزعجه ما تخليه ينام، لكنها هي جالسة بتساعده. لذلك لا نوقف الكحة بأدوية الكحة، ولكن نعطي أدوية تساعد في إنهاء المشكلة اللي هي ارتخاء العضلات كانت ضيقة، نعطي موسعات للقصبات الهوائية حتى ترتخي هذه العضلات وترجع لهذا الشكل، وبالتالي تتفتح مجاري التنفس. ونعطي أيضا أدوية معينة حنذكرها تمنع إفرازات المخاط داخل الرئة، ونعطي كذلك البخاخات الخاصة أو البخار اللي يمنع الاحتقان، لأنه إحنا قلنا التهاب غير بكتيري يمنع احتقانه لسارة هالجدران يرجعها لهذا الوضع. إذا نحن هدفنا هو إعادة هذه القصبات الهوائية المتهيجة اللي سايرة في الجهة اليمنى إلى هذه القصيبات الوسيعة النظيفة المتسعة العضلات المرتخية، حتى يتمكن الطفل أو المريض من ممارسة حياتي بشكل طبيعي. إذن هذا قبل وهذا بعد. هدفنا هو إبقاء المريض في هذا الوضع السليم ومنعه في التوجه لهذه الناحية. ممتاز. هذا فيديو يبين لنا ماذا يحدث في حالة حدوث أزمة الربو. شوف الآن هذه القصبات الهوائية اللي دخلنا، لو دخلنا منظر داخل الرئة القصبات الهوائية اللي قلنا أنابيب تنفسية كثيرة، شوف أخذنا في أحد الأنبوبة مقطع بسيط وجالسين نحاول نشوف إيش اللي صار في الوسط. الأكسجين يدخل، ثاني أكسيد الكربون الأخضر يبدأ يخرج داخل القصبات الهوائية اللي داخل فيه كمية بسيطة من المخاط البلغم اللي تحاول القضاء على الفيروسات والبكتيريا اللي أنتم شايفينها هذا باللون الأحمر. هذا بالشكل الطبيعي، ثاني أكسيد الكربون طالع، الأكسجين داخل الأزرق، في هناك رقيطات حمراء تشوفونها داخله، هي جراثيم عاديه تدخل في الجسم بالعاده اثناء التنفس، بس الجسم يقوم بمنع تكاثرها عن طريق البلغم الموجود. طيب ايش اللي بيحدث الان اثناء ازمه الربو؟ ايش اللي بيصير؟ لاحظوا معايا كيف الجدار بدا يضيق يحتقن، بدات الان كميه الاكسجين تقل، بدا المجرى التنفسي لو تلاحظون كان وسيع صار الان ضيق بسبب حدوث نوبة الربو. شوفوا من برا كيف بيصير، العضلات اللي كانت الحمراء دي اللي جالسة بتحيط بالقصبات الهوائية بدت تشد، بدت تضيق، بدت تزيد من موضوع
ضيق التنفس أو ضيق المجاري التهوائية، وبالتالي صارت المشكلة اللي ذكرناها في الصورة اللي قبل. ممتاز. السؤال اللي ذكرناه من شوي، هل هناك فرق بين الربو عند الأطفال والكبار؟ طبعا دائما الأطفال يعني بذاتهم يحبوا يقلدوا الكبار ويحبوا أنهم يكونوا كبار. هذا البنت مسوي نفسها يعني زي أمها مديرة وكذا، والطفل نفس الكلام مسوي نفسه كبير. الأطفال هم زي يحاولوا يكونوا زي الكبار، لكن مرض الربو زي بقية أمراض الأطفال ليست مثل أمراض الكبار. أول ميزة أنه ربو الأطفال هو ربو بالعادة يكون موسمي، يعني يحدث في مواسم معينة، في الشتاء بالعادة، يعني في الرياض مثلا في السعودية تكون في بداية أكتوبر، نهاية أكتوبر إلى نهاية أبريل ومي، يعني بالعادة تكون في مواسم المدرسة. هذا أحد الفروقات. الفروقات الثانية أنه الكبار عادة ربوهم الربو عندهم متواصل وعادة يكون مزمن دائم مزي الأطفال. ميزة الأطفال لما نعالجهم مبكر تروح منهم المشكلة، وهذا أحد الأهداف الاستراتيجية في علاج الربو، أنه إحنا بنعالج الطفل مبكر حتى لا تتحول إلى ربو دائم. أيضا من الفروقات أنه بالعادة ربو الأطفال يكون هناك يعني مسببات بسيطة زي الاستنشاق البخور والعطور، بعض الالتهابات الفيروسية اللي تحدث مثلا في مواسم الشتاء. إذا صحيح أن الطفل يحب يكون زي الكبير، لكن زي ما نقول دائما نحن children are not young adults، هم الأطفال مرض الربو ليس زي مرض الكبار. صحيح في نواحي متشابهة في قضية الباثوفيسيولوجي أو كيفية حدوث المرض متشابه، لكن يعني بالعادة ربو الأطفال يكون أخف من ربو الكبار إذا تحكم فيه بدري، إذا عالجناه مبكر يروح منه. هذه أهم ميزة نحن نحتاج نعرفها. طيب، هل الربو جلنا مرض مزمن؟ نعم، هو الربو زي ما ذكرنا هو مزمن، وتميز بكونه مزمن، ولكن مش دائما، يعني يتخلله فترات يختفي فيها المرض. وعشان كذا إذا جاني أحد في العيادة أم أو أب أقول لهم الطفل هذا دائما يعاني، دائما يكح، ما في تجيله فترات أبدا يرتاح، إذا قالوا نعم ما عمره ارتاح ليل نهار بزمين، فمعناته ليس ربو، قد يكون مرض آخر نجد البحث عنه، ونحن نسميها مشابهات الربو أو الأشياء اللي تشابه الربو. إذا الربو لا بد أن يكون مزمن، ولكن تتخلله فترات يكون الطفل فيها سليم، يعني الفترات تكون فيها بين زي ما نقول on and off، يعني فترة يكون هو كويس وفترة ينتكس. وعادة الانتكاسات تحدث في فترات الشتاء بالعادة، يعني هالأيام هذه جون جولاي وذي القعدة وذي الحجة بالعادة يكون الأطفال بالعادة يكونوا يعني في أحسن أوضاعهم. وحتى أحيانا نضطر أننا نقلل من العلاج أو نوقف بعض الأحيان ونعطيهم زي الإجازة أثناء إجازة الصيف. في أيضا معلومة مهمة، ما الفرق بين الحساسية والربو؟ كثير من الناس يقولوا لي لا، أنا ما أقول لهم ربو يقول لا لا تقول ربو، أنا خاف أنه الربو، لا أبغاها حساسية الصدر. شوفوا، حساسية الصدر هي ربو، والربو هو الحساسية. اللهم أنه الربو اسم خاص لحساسية الصدر، يعني ما نقدر نقول ربو الأنف، ربو الجلد، لا، هو الربو هو حساسية الصدر. ولما نقول حساسية الصدر فنحن ما كتبنا، هو صحيح برضه زي ما نقول حساسية الأنف، حساسية الجلد، حساسية مثلا الغذاء، حساسية الصدر، الحساسية اسم جامع، بس الربو اسم خاص يميز حساسية الصدر. ما نقدر نقول ربو الأنف، ولا نقدر نقول ربو الجلد، ولا نقدر نقول ربو مثلا الأكل. أسباب إصابة الأطفال بالربو، أسباب كثيرة طبعا، والطفل بحد ذاته معرض للإصابة بالربو. هناك عوامل وراثية، هناك عوامل بيئية، وهناك عوامل موسمية، وهناك أيضا عوامل أخرى. من العوامل الوراثية وجود العامل الوراثي في الأسرة. إذا كان الأب مثلا عنده عامل وراثي في الأسرة، في الأب مثلا حساسية أنف أو جلد أو ربو، حتى لو كان في الماضي، يعني مو لازم يكون الأب الآن مريض بالربو، لا، حتى لو قال أنا لما كنت صغير عندي ربو، هذا بحد ذاته عامل مساعد في زيادة احتمالية الطفل للإصابة بالربو. وكذلك الأم، لو الأم عندها
عامل وراثي فيها هي أو في أبنائها بإصابتها بمثلاً إكزيما أو إصابتها بحساسية أنف أو صدر، فهذا يعطيها قابلية لطفلها أنه يكون مصاب بأحد أنواع التحسس، قد تكون حساسية أنف أو جلد أو صدر أو كلها مع بعض قد تأتي. إذا لما يجيني أب وأم عندهم عوامل وراثية في الماضي، هذا يعطي دلالة واحتمالية بسيطة على أنه طفلهم القادم إذا كانت حامل أنه عنده احتمالية حدوث ربو. ولذلك المعلومة هذه مهمة، عشان لما نقول الطفل لما يلد حاول بقدر المستطاع نبعده بأسرع ما يمكن من التعرض للمهيجات كالدخان والبخور وغيره في مراحل العمر المبكرة. العامل الثاني قلنا العامل البيئي، التغيرات الجوية والملوثات الجوية اللي تعرض لها الأطفال بشكل عام بالذات في المراحل العمرية المبكرة، الأتربة وغيرها وغيره وغيره، كل هذه الأشياء عوامل مساعدة لظهور الربو عند الطفل، خصوصا إذا كان في العامل الأول العامل الوراثي. العامل الثالث اللي هو العوامل الموسمية، ذكرنا أن الطفل بالعادة في المواسم الشتوية يكون عرضة للإصابة بالالتهابات الفيروسية التنفسية، وهي بحد ذاتها عوامل محفزة لحدوث الربو أو الحساسية الأنف بشكل خاص وعام عند الأطفال في وجود العوامل الوراثية ووجود القابلية. العوامل الأخرى اللي هو وجود مشاكل صحية، مثلا طفل خديج جاء مبكر قبل وقت ولد، مثلا طفل تعرض لالتهابات فيروسية تنفسية بكثرة، هذه الأشياء لما تحدث في المراحل العمرية المبكرة تكون أيضا عوامل محفزة لظهور الربو عند الطفل. وكلما تكالبت هذه العوامل، يعني لو جاء العامل الوراثي مع العامل البيئي مع العامل الموسمي مع العامل التعرض الطفل المبكر للمشاكل الصحية، كلما كثرت هذه العوامل كلما أعطتنا يعني زيادة النسبة، نقول الطفل هذا نسبته أكبر من غيره. ما هي أهم أعراض الربو؟ أهم الأعراض اللي ذكرناها من شوي أنه أهم نقطة أنه هو تهيج في القصيبات الهوائية بجدران الأنابيب التهوية التنفسية داخل الرئة، ولكن هذا ليس التهاب جرثومي، ليس بكتيري، ليس فيروسي، يحدث في فترات تؤدي زي ما ذكرنا إلى ضيق القصيبات الهوائية المهيئة أصلا وراثيا وبيئيا، وبالتالي قلنا تحدث نوبات من ضيق في التنفس، سرعة في التنفس، كحة مصاحبة، أزيز، خشة عند التعرض لمهيجات خارجية كالبخور والعطور والروائح، خصوصا في المواسم زي مواسم الشتاء. يصاب الطفل زي ما ذكرنا نوبات، تكون النوبات على شكل سعال وكحة، وذكرت لكم في المقدمة أن هذه الكحة والسعال ليست بحد ذاتها مرض، ولكنها هي محاولة من الطفل في إيجاد طريقة لتوسعة القصيبات الهوائية الضيقة بعمل الكحة حتى يعني كأنه ينفخ فيها. خصوصا تحدث هذه المشكلة في الليل أثناء الطفل ما ينام أو عند ممارسته لنشاط رياضي وحركي، تلاقي تقول الأم والله بمجرد الطفل ما بيجري ويلعب تلاقي يبدأ يجي عنده كحة وأزيز ويفحم. بعض الأحيان يكون في ارتفاع بسيط درجة الحرارة، خصوصا إذا كان هناك عامل التهاب فيروسي مثلا، يعني تعرض للزكام أو غيره وفرازات مخاطية في الأنف. زي ما ذكرنا لابد هذه الأعراض أن تأتي على شكل نوبات متقطعة وليست دائمة، يعني تحدث بعدين تتعالج تختفي تجيله أيام وأسابيع أموره زينة بعدين ترجع تنتكس مرة ثانية، وقد تكون دائمة في غياب العلاج، يعني إذا ما عالجنا أكيد حتكون موجودة بشكل دائم ولكنها متقطعة. قلنا هناك علاقة دائما، يعني إذا وجود عامل تحسسي يعطي فرصة لوجود حساسية أخرى، يعني الأطفال مثلا إذا كان عندهم ربو هناك عندهم احتمالية وجود حساسية أنف بشكل يعني كبير، قد تصل إلى 60-70-80%، وهذا نحن نسميها United Airway، يعني الجهاز التنفس العلوي والجهاز التنفس السفلي مرتبط بأنبوب واحد، وبالتالي لما يكون هناك تحسس في الأنف يكون هناك احتمالية كبيرة أن يكون في عنده حساسية الصدر، والعكس صحيح، لما يكون عنده حساسية الصدر عادة يكون هناك احتمالية وجود حساسية أنف، ويجب معالجة الاثنين معا، يعني ما ينفع أننا نعالج الأنف ونترك الصدر، ولا ينفع أننا نعالج الصدر ونترك الأنف، لابد أن نعالج الاثنين حتى نصل لمرحلة
التحكم في الأعراض. هل هناك علاقة بين الربو ومواسم معينة وتناول أنواع من الأطعمة؟ قلنا يتميز الربو بوجود علاقة بينه وبين مواسم الشتاء عند الأطفال في الشتاء، وزي ما ذكرت لكم عادة في موسم المدرسة، ولذلك في مفهوم دائما يكون عند الأهالي يقول لك والله طفلي من يوم ما دخل الروضة أو المدرسة بدأ يتعب كأنه أخذ عدوى من المدرسة أو من الروضة. لا، هي ما لها علاقة بالمدرسة بشكل يعني مباشر، قد تكون هناك في المدرسة مثلا غبار ويعني تزاحم بين الأطفال وغيره، ولكن بالعادة لأنه الموسم عندنا موسم المدرسة يبدأ من سبتمبر وينتهي في مايو اللي هو الموسم الحقيقي لربو الأطفال. وزي ما ذكرنا هذا يميز ربو الأطفال عن الكبار أنه له موسم خاص بالعادة. وجود حساسية تعطي انطباع أن الطفل عنده تحسس آخر، لكن الأطعمة والأكل بوجه خاص عادة ليس له علاقة وثيقة بربو الأطفال، يعني ما له علاقة بحساسية الصدر، لكن قد يكون يهيج الإكزيما حساسية الجلد بشكل مباشر. طيب ما بدا انتشار الربو في السعوديه؟ هل فعلا يعني تذكرون في السؤال الاول اللي طرحناه 100% من المصوتين قالوا انه نعم هو ربو منتشر؟ في دراسات كثيره عملت، يعني دراسه في عام 1986 بينت انه الربو تقريبا من 8 ل 10%، ولما نعيدت في عام 1995 كانت النسبه ل 23%، والان هذه الايام في هذه الاوقات في الدراسات المحليه الحاليه تبين الربو في حدود 25 إلى حتى 30%، يعني تقريباً نسبة كبيرة من السكان يصابون بالربو. ونحن خلينا نقيس على أنفسنا، يعني كل واحد يقيس على مستوى أسرته وبيته والمحيط القريب منه ومجتمعه، حتلاقي فعلاً في لابد أن نعرف لنا واحد أو اثنين عنده ربو. في السعودية تقريباً 2 مليون شخص مصاب بالربو. طيب الأثر السلبي للربو، هل في مشكلة؟ ليش نحن جالسين يعني مزعجين أنفسنا بالربو؟ ليش ما نخليه بحاله يعني؟ لا، يعتبر الربو هو سبب رئيسي لغياب الطفل عن المدرسة، وهذا تعرفه يعني مشكلة، ما نبغى الأطفال يغيبوا بشكل مكثف من المدارس. أيضا يعتبر عامل رئيسي لزيارات الأطفال لأقسام الطوارئ خصوصا في فصل الشتاء. لو تروحوا فصل الشتاء تلاقون الأطفال تقريبا في الطوارئ على الأكسجين والبخار بشكل دائم. التنويم في المستشفيات أيضا، نسبة كبيرة من المتنومين تصل إلى تقريبا 15-25% في دراسات في أمريكا بينت أنه بسبب الربو. وهناك في أمريكا 2 مليون زيارة طوارئ بس في السنوات الماضية. لو فكرنا في الناحية الاقتصادية، لو مثلا ترك الربو ولم يعالج، نسبة مشاكله بدون علاج أكبر بكثير من تكلفة العلاج. في أوروبا فقط علاج يكلف 3 مليار يورو في السنة. ناتي الآن لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها السلبي في يعني إضافة قيمة ليست مضافة حقيقة. يعني نعاني كثير من موضوع التواصل الاجتماعي والتويتر وغيره 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 في بث الأفكار والمعلومات المغلوطة والخاطئة بما يتناسب مع موضوع الربو خصوصا عند الأطفال. وقد تكون حتى المطاعم بدأت تستفيد من هذه المشكلة. يعني هذه تغريدة من أحد المطاعم، يعني حجبت الاسم، بجالس بي يعني بيرسل تغريدة بيبين أنه هذا الطبق من الغذاء يساعد اللي هو البصل وغيره في علاج الربو ونزلات البرد والسل والأرق والالتهاب الرئوي والسمنة والالتهابات ويخفض ضغط الدم، كأنه الطبق هذا يعالج كل الأمراض وبالتالي حنقفل المستشفيات. تغريدة أخرى من أحد الأخوات الفاضلات طبعاً تحاول تساعد، فبتقول الأطفال اللي عندهم ربو ما يسمح تعطونهم أي دواء، راح يذوب البلغم وينزل على الرئة ويجيب ربو، استخدم السوائل ساخنة وحلبة وينسون. طبعاً نحن بوجه عام في طب الأطفال لا ننصح باستخدام الأدوية الشعبية للأطفال سواء يانسون وغيره وغيره وغيره، بالذات خوفا من ان الطفل تصير له عمليه يكح ويشرد ويدخل في رئته ويسبب له التهابات. ايضا من الاثار السلبيه، لو دخلنا في اليوتيوب فقط كذا كويك يعني سريع واكتبوا علاج السعال، حتلاقي شيء عجيب من الادويه والطرق الشعبيه في علاج السعال والكحه عند الاطفال والكبار، يعني ما بين كي وما بين علاج شعبي واستخدام
زيوت، هذا الدواء الشافي في 3 أيام يعني هذا يكتب لنا. فللأسف الشديد أنه كثير من الناس بدأوا يسوقون وبدأوا يروجون لوصفات شعبية. أنا دائما أقول الأطفال لا نلعب في الأطفال، الأطفال لا نجرب فيهم أي دواء ولا زيوت، لأن هذه الزيوت والأدواء والأدوية الشعبية قد تضر الطفل بالذات صغار السن، فرجاء لا نستخدمها. أيضا كثر اللغط وكثر الكلام عن موضوع الكورتيزون والبريدو وما أدراك ما البريدو، في أنه مشكلة يعني هذه التغريدة وصلت أنه هذا المضاد يسبب سكر الأطفال، تكفون ارسلوه للجروبات واحتسبوا الأجر. يعني هو جالس بينشر معلومة يحاول أنه يكسب الأجر، ولأنه أنا أعتقد أنه لم يكسب الأجر بذلك، لأن المعلومة خاطئة جدا. أولا البريدو أو الكورتيزون ليس مضاد، هو كورتيزون هرمون يفرز في الجسم، وهذه المعلومة غير صحيحة وهي مغلوطة، لأنه هو ليس بمضاد زي ما أنا كتبت هذه التغريدة، هو علاج ضروري جدا وعلاج رئيسي جدا في علاج كثير من الأمراض. ممكن لو شرحته الآن حتى كورونا الآن في هذه الأيام وجدوا أن الكورتيزون والدكساميثاسون هو علاج مهم جدا في علاج الحالات الصعبة من أمراض كورونا. طبعا هذا لا يعني أنه نأخذ البريدو والكورتيزون بشكل يعني من عندنا لعندنا، لا، هذا الدواء يعطى بطريقة موصوفة عن طريق الطبيب المختص، وكل حالة لها شروطها وظروفها الخاصة، ولا يعطى بشكل دائم بل يعطى بطريقة مقننة بجرعات خفيفة لفترات معينة في السنة، ما منه أي ضرر بإذن الله تعالى. طيب، ما هي الاستراتيجية المهمة في علاج الربو عند الأطفال؟ هل هناك استراتيجية؟ نعم، الاستراتيجية الرئيسية أولا نحن نبغى أن تكون نشخص الربو بطريقة صحيحة، ما نبغى أي خطأ، ما نبغى نشخص طفل عنده التهاب نقول عنده ربو، ما نبغى نشخص طفل عنده مثلا مشكلة خلقية في مجاري التنفسية ضيق مثلا ونقول عنده ربو، ما نبغى نقول واحد طفل عنده تليف كيسي مثلا بنكرياسي عنده ربو، ما نبغى نقول واحد عنده مثلا مشكلة نقص مناعة نقول عنده ربو. أول خطوة في الاستراتيجية الصحيحة أنه نتأكد من التشخيص الصحيح، وهذا طبعا يكون عن طبيب مختص، طبيب يعني فاهم في تخصصه، طبيب أطفال أو طبيب متخصص في الصدرية. الاستراتيجية الثانية وضع خطة علاجية مناسبة، ما في حاجة اسمها وصفة تصفي للجميع، كل طفل كل مريض له خصوصيته له شروطه، في بعض المرضى يحتاجوا أدوية معينة، بعضهم لا يحتاج، بعضنا نضيف، بعضنا نحذف نزود ننقص، فلابد أن نضع خطة علاجية مناسبة للطفل وظروفه الخاصة وللموسم. الشيء الآخر المهم في استراتيجية العلاج للوصول إلى نتيجة جيدة هو تثقيف الأهل أولاً والمريض إذا كان كبير في السن، بمعنى الربو وش هو الربو وش تعريفه وش اللي بيحدث وش المشكلة اللي بتصير داخل القصبات الهوائية، وليش أنت يا ولد بتكح، وش الكحة جاية منين، وليش عندك مثلاً أزيز وخشخشة، كل هذه المعلومات نبسطها بورقة وقلم بسيطة نرسمها في العيادة للمريض حتى يفهم أنا ليش أعطيه الدواء الفلاني وليش أعطيه الدواء وليش ما أعطيه هذا. الخطوة اللي بعدها المهمة الرابعة هو وضع خطة للأزمات، يعني نقول الأكشن بلان. طيب لما نطلع من العيادة من عندي في البيت لو صار له كذا إيش نسوي؟ لو ارتفعت حرارته إيش نسوي؟ لو بدأ يكح إيش نسوي؟ لو زادت الأعراض إيش نسوي؟ هذا مهم، خطة منزلية للتعامل مع الطفل قبل المجيء إلى العيادة، وخصوصا في هذه الجائحة، في جائحة كورونا عافانا الله ونسأل الله أن تزول بأسرع وقت ممكن، لأن كثير من الأهالي يصعب عليهم الذهاب إلى المستشفيات، فبالتالي لابد أن نضع لهم خطة بديلة، يعني ABC، خطة 1-2-3 نرسمها لهم ونعلمهم إيش يسوون عندما تحدث بدايات الأزمة. نحن ما نبغى ينتكس، نحن قبل ما ينتكس نقول لهم مثلا إذا كان الطفل يأخذ البخاخ المعين زودوا له من الجرعة، تواصلوا مع الطبيب وغيره. البريفينشن أو الوقاية مهمة جدا، يعني ما ينفع نعالج طفل عنده ربو وأبوه يدخن، أو في البيت فيه غبار، أو عندهم قطط، أو عندهم يعني عزكم الله والسامعين الكلاب وغيره. لا، لابد أن نخلي البيت نظيف مهيئ حتى نصل بنتيجة جيدة، يعني يكون الطفل في بيئة نظيفة خالية من المهيجات حتى نصل بنتيجة جيدة. طيب أنا ما نبغى نشوف طفل بهذا الشكل في العيادة، طفل شوفوا وجهه كيف نسميه المون فيس،
او الكوشينويد او الطفل اللي ياخذ كورتيزون بشكل دائم يعني بطريقه خاطئه سواء من الاهل او بعض الاطباء يعني دائما. هو ذكرنا ان الكورتيزون مهم لاعطائه العلاج ولكن بطريقه مقننه، بس واحد ياخذه اسابيع واشهر لا خطا. فنحن ما نبغى هذه الصوره تتكرر عندنا في العيادات. الخطه العلاجيه الربو عاده بعد ما نثبت التشخيص ونتاكد من التشخيص ونسوي التثقيف ونرسم الخطه العلاجيه ونبدا نحط الخطه البديله للاهل ونبدا نعلمهم كيفيه الوقايه في البيت وبعد المهيجات، نبدا العلاج، نبدا نضع الخطه العلاجيه ونبداها، ثم نبدا نضبط الجرعه، نضبطها نشوف الجرعه المناسبه للطفل اللي تسهل التحكم، ثم ياتي دور الانتظام. هنا الانتظام اللي تلاحظه بالاخضر يعني هنا المنطقه الامنه. كثير من الاحيان من الخطا اللي بيصير ان نبدا العلاج بمجرد ما نضبط الجرعه يتحسن الطفل نوقف العلاج فيصير انتكاسه. المنطقه هذه منطقه الانتظام هي المنطقه الرئيسيه، لابد ان يبدا الطفل على العلاج، نتاكد ان الجرعه مناسبه، تلاشت الاعراض، وبعدين نواصل على العلاج، ما نقطع بعد اسبوع. كثير من المرضى يجوني يبدا العلاج يتحسنون خمس ايام اسبوع 10 ايام يستعجلون يوقفون ينتكس بعدها، لا. هنا لما نصل الى المنطقه الخضراء فنحن وصلنا الى النتيجه المراده، ولا بد ان نستمر عادي، نستمر شهرين ثلاث اربع، خصوصا في المواسم اللي ذكرناها مواسم الشتاء، ما يضر ما منه اي مشاكل. طبعا هناك مكانين الاطفال يروحونهم في العيادات، يعني عياده خارجيه او في الطوارئ والتنويم. نحن دائما لما نشوف الطفل في العيادات الخارجيه معناته هو جاي يتابع الخطه العلاجيه واموره جيده، هذه علامه ممتازه. لكن اذا كان الطفل جاء في الطوارئ او دخل وتنوم في التنويم معناته هنا في مشكله، هنا في انتكاسه، هذه علامه سيئه. وجود المريض الربو في الطوارئ او في التنويم هذه علامه انتكاسه، انه نحن شغلنا غلط، الطبيب والاهل مع بعض كلهم مشاركين في هذه المساله. متى نبحث عن تشخيص غير الربو؟ متى نشك نقول والله الولد هذا ما اموره ما هي مضبوطه، هالولد ذا عنده مشكله غير الربو؟ اذا شفنا والله عنده مشكله في النمو، ينقص وزنه ما بيزيد، او اذا كانت المشكله تحدث في مراحل عمريه مبكره، يعني الاسبوعين الاولى، الشهر الاول، الثاني، الثالث، بالعاده ما يحدث الربو. اذا حدث مبكرا معناته عنده مشكله خلقيه، مشكله موجوده في الجهاز التنفسي، سواء من ناحيه الوظيفه او من ناحيه التكوين، يعني عنده ضيق في القصيبات او غيره. الاعراض عاده اذا ما اختفت وتحدث بشكل دائم ما تنقطع لا مع علاج ولا بدون علاج، هذا معناته عندي مشكله اخرى، عندي متشابهات الربو. قد يكون استرجاع معوي، قد يكون عنده حموضه، قد يكون عنده مثلا صعوبه في البلع، عدم انتظام في البلع والتنسيق مع التنفس، قد يكون عنده مشكله في المناعه، قد يكون عنده مشكله توصيله ما بين القصبه الهوائيه والمريء، وغيره وغيره وغيره، لسته طويله. اذا كان هناك صعوبه في التحكم بالاعراض، يعني نعطيه الدواء المناسب بالطريقه المناسبه، الخطه جيده، المتابعه جيده، الاهل ما هم مقصرين، لكن الوضع مو ماشي مضبوط، ما هو راضي يتحسن الطفل، فمعناته عندنا مشكله، نبحث عن مشابهات الربو اللي ذكرناها. اذا كان هناك وجود علامات سريريه اخرى لا تتماشى مع الربو، يعني نسمع الصوت دائم في جزء واحد من الرئه، ما هو بالجهتين، دائما يجيني عنده التهاب في الجهه اليسرى، هذا معناته عندي مشكله. اذا كانت الاعراض تحدث بغض النظر عن المهيجات، يعني تقول الام والاب الطفل هذا جي، سواء جاء غبار، جاء بخور، ما جاء، دائما حتى في خارج الموسم، يعني حتى في الصيف، فمعناته نبحث عن المشكله غير الربو، او قد يكون في ربو بس في مشكله ثانيه مضافه الى هذا الى الربو. اذا نحن نقول بالانجليزي ازمه is not always guilty، يعني مو دائما نتهم الربو، الربو قد يكون احيانا بريء، براءه الذئب من دم يوسف. طيب الهدف الاستراتيجي في علاج طفل مصاب بالربو، ايش الهدف الاستراتيجي؟ ايش نبي نحن من الطفل؟ انا لما تجوني في العياده ام واب وانا اقول لهم دائما هذا عقد شراكه، ثلاث اشخاص يوقعون عليه، الاب والام والطبيب، ما حد يخل بالعقد الا بالتوقيع الثلاثي. ليه؟ لانه انا ابغى اصل لمرحله عدم وجود اي اعراض، ابغى الطفل يكون سليم 100%، ما في لا كحه ولا ازيز ولا خشخشه ولا غيره. ابغى يمارس الحياه بشكل طبيعي ونشاطاتها بدون عوائق، يجري ويلعب وينطلق،
وما عنده الا العافيه، ابغاه ينام نوم صحي ما يكحكح لي في الليل ويصحى من الليل يكح، وبالتالي جوده النوم تقل وتاثر عليه من الناحيه السلوكيه والناحيه النمو الطفل. النوم مهم جدا لنمو الطفل سواء العقلي او البدني. نبغى ايضا نصل لهذه النتيجه العلويه اللي هو الثلاثه اللي ذكرناها، عدم وجود اعراض، ممارسه حياه طبيعيه ونوم صحي، نبغى نصل لها باقل كميه من الادويه، اقل جرعات ممكنه، وبدون اي اعراض جانبيه. هذا اعتقد يعني المغزى. اذا حققنا هذا الهدف فنحن على قولهم our mission is accomplished، يعني وصلنا لتحقيق المهمه. كيف نعالج طفل مصاب بالرب؟ اولا التشخيص الصحيح المبكر ذكرناه. ثانيا تثقيف الاهل والمريض على اهميه المرض وماهيه الاعراض المبكر لحدوث الازمه وكيف نعالجها. ثلاثه معرفه المهيجات البعد عنها مهم جدا. ما ينفع اعطي علاج وفي البيت احد يدخن او قريب منه او في الله يكرمكم حيوانات. شرح الادويه والطريقه الصحيحه للاستعمال والتعرف على الاثار الجانبيه مبكرا ان وجدت، وبالعاده ما هناك اي يعني اثار جانبيه الحمد لله. ايضا المتابعه في العيادات بشكل دائم واستشاره الطبيب. هل نحتاج نحن تحاليل دم واشعه؟ لا، ما نحتاج لا دم ولا اشعه ولا شيء. تشخيص الرب هو تشخيص كلينيكي سريري. نجلس مع الاهل، نسمع بعض المعلومات، التاريخ المرضي للطفل وللاسره، نشوف النواحي الوراثيه وغيرها وغيرها، نشوف شرح مبسط للاعراض كيف تحدث والمهيجات اللي وجدت، ثم نستمع للصدر عن طريق السماعه ونسمع وجود اصوات معينه، ازيز، خشخشه في رئتين لازم تكون في الجهتين، نسمعها بطريقه معينه، ولا يشترط زي ما ذكرت لكم عمل اشعه معينه ولا تحاليل ولا ولا غيره ولا غيره. ما هي الادويه المستخدمه في علاج الربو؟ عندنا مجموعات، المجموعه الاولى الموسعات اللي هي مشتقات الفنتولين. تذكرون لما وريتكم الرسمه وقلت لكم العضلات تضيق على القصبات الهوائيه من برا كانها شرايط تشد، هذه وظيفتها توسع هذه القصيبات وبالتالي ترتخي العضلات وبالتالي تتوسع مجاري التنفس. هذا عند حدوث الاعراض، يعني ما هو دور رئيسي على فكره، هو فقط نستخدمه عند الاعراض وليس مهم. يعني هو لو قلتوا لي في العياده وجيتوا نحن ما استخدمنا الموسعات الحمد لله نحن نجحنا. العلاج الرئيسي هو للوقايه والوصول للتحكم اللي هو بخاخات الكورتيزون، اللي هو البخاخات اللي تحتوي على الكورتيزون. الكورتيزون اللي فيها كميه قليله جدا جدا جدا، ما منها اي مضره، واحد على الالف من البريدو من الشراب اللي يعطى، لا يسبب اي مشكله ولا له اعراض جانبيه ابدا. انا اعرف ان الكورتيزون كلمه تخوف، وانا اقول ظلموه بقوله كورتيزون، لانه الكلمه الكورتيزون تسبب فوبيا وتقلق الكثير من الاسر، لكن ليس له اي اضرار. طبعا الكورتيزون هناك عده طرق في اعطائه، في بخاخات بشكل معين، في بخاخات باجرعات معينه، في ال 50 مثلا وال 125، في بخاخات هي فيها الواقي مع الكورتيزون مع الموسع زي هي البنفسجيه، في ايضا مجموعات السيمبيكورت، في منها للكبار وفي منها للاطفال ايضا، اذا كان الطفل يستطيع اخذ السيمبيكورت هذا الان، اذا عرف الطفل ياخذه في عمر معين يعني 8 سنوات ممكن، اذا كان جيد الطفل ذكي يعرف يستخدم 10 سنوات، كل ما صار الطفل يقدر ويستخدمه كان بها. اذا ما قدر لا نستخدم البخاخات هذه، نبدا بالجرعات البسيطه، نتدرج بالجرعات، نزيدها كل ما حسينا ان الوضع ما تحسن، احنا نسميها ستيب اب وستيب داون، كان نطلع بدرج. اذا الطفل ما تحسن نزود الجرعه ونتابعه بعد اسبوعين ثلاثه، ما تحسن نزود، بعدين بدا يتحسن ننقص تدريجيا وهكذا. طبعا لابد البخاخات هذه تعطى، ما تعطى بالفم، غلط اذا اعطت بالفم، لانه اذا اعطت بالفم جزء منها كبير يروح دايركت للامعاء وللمعده ولا يستفاد منه الجسم. لابد ان تعطى عن طريق الموصلات هذه اللي انتم شايفينها في اسفل الصوره، سواء الموصل هذا البلاستيكي البرتقالي او الاصفر او هذه الكمامه، هذه طبعا حسب اعمار الاطفال في العياده نشرح ونتاكد ان الطفل يعرف يستخدمها. تركب البخاخ هذا في هذا القمع من الخلف، ثم تحط الكمامه على الانف والفم، ننصح دائما ان يسكر الفم وتخض البخاخ ونبخ البخاخ، نخلي الطفل يستنشق من الانف والفم مسكر لمده 5 إلى 10 ثواني، ثم نعيد البخاخ بحسب ما يصف لكم الطبيب. بعض الاحيان نضطر نعطي ادويه اخرى زي المنتوليكاست والسنجولير والغير وهذه والايرفاس،
هذه أيضا مهمة جدا في إعطائها كرديف للعلاج للوصول إلى النتيجة اللي نحن نبيها اللي ذكرناها أول، الخلو والأعراض، ممارسة الحياة بشكل طبيعي والنوم السليم. هناك بعض الأدوية اللي لا ننصح فيها، قلنا الكورتيزون بشكل دائم، أو مثلا نعطي أدوية طاردة البلغم، أو نعطي أدوية الكحة وغيرها، هذه الأشياء أو المضادات الحيوية، هذه ما ننصح فيها، لأن أنا ذكرت لكم البلغم اللي موجود هو نتيجة لتهيج، مهما تطرده بالبروسبان أو غيره فأنت جالس تزيد الكحة، طارد البلغم يخلي الطفل يكح، فهو أصلا يكح لأن التنفس عنده ضيق، فنحن زي اللي يقول زيدا بنكحلها عناها، زيد نطين بلة، ما ينفع نعطيه طارد بلغم لأنه حيخلي الطفل يكح، نعطيه دواء يمنع حدوث البلغم اللي هو البخاخات أو البخار حق الكورتيزون، يعطى بطريقة مقننة لفترات معينة ما منه أي مضرة. أيضا طرق إيصال العلاج ذكرناها، ممكن عن طريق القمع، ممكن عن طريق البخار، الطريقة اللي أنتم تشوفونها مناسبة. نحن عادة ننصح القمع للأطفال الكبار، البخاخات هذه عن طريق القمع، لكن الأطفال الصغار مثلا اللي أبو سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، هذول اللي قبل المدرسة أحيانا يكون صعب إعطائهم القمع، ما يتقبلوه والبخاخ، فنحن ننصح أن يكون البخار اللي فيه مثلا البلمكورت أو الكورتيزون البخار، نعطيه برضو الفترات معينة تحت إشراف طبي، أو إذا كان الطفل يعني يصيح دائما ويبكي، وبالتالي كل البخاخ اللي بنعطيه بيطلع لأنه كأنه بيستفرغه مع الكحة، كأنك تعطي دواء استفرغ الطفل، أنت لما تعطيه بخاخ وكحه كأنه استفرغه، فنحن نلجأ للبخار في ذيك الأحيان. إذا البخاخ أو البخار قلنا أيهما الأفضل، الأفضل هو البخاخ عن طريق القمع للطفل الكبير الفاهم اللي تعاون معانا ويقدر يتقبل. طفل زي هذا اللي في الجهة اليسرى صغير قد يكون من الصعب إعطائه البخاخ عن طريق الموصل هذا القمع، فلذلك البخار أعتقد طريقة جيدة لهذه الفئة العبرية. ما هي أهم مستجدات علاج الربو؟ طبعا الربو الآن ليس مرض واحد، بل هي مجموعة من الأمراض، إحنا نسميه سندروم، في كثير من الأطياف، في نوع تحسسي ونوع بسبب يعني نسميه اللارجيك، وفي إزنوفيليك، ففي أنواع عدة. لما نشوف الطفل أو المريض ما يتحسن مع إننا نعطيه العلاج المناسب ومتأكدين من العلاج ومتأكدين من الخطة ومتأكدين من التشخيص ومتأكدين إنه بياخذه بالطريقة السليمة ومتأكدين إنه البيت خالي من المهيجات والبخور والعطور وغيره وكل أمورنا 100%، لكن الطفل مو راضي يتحسن، نبحث عن الأسباب الأخرى اللي ذكرناها، من ضمنها وجود مثلا نوع معين من الربو اللي عادة ما يتحسن بالبخاخات، وفي منها على شكل إبر تعطيها تحت الجلد أو في العضل، وهذه لها فئة عمرية معينة، يعني مش كل الأطفال، يعني لهم أعمار معينة، الطبيب المختص اللي هو مختص في الصدر والربو يعرفها ويعرف إيش النوعيات بتحاليل معينة، وهنا تأتي ضرورة عمل تحليل الدم، نبحث عن أشياء معينة مثلا زي معامل التحسس في الجسم الـ IgE وتحليلات الدم وغيرها. نصائح عامة، طبعا لو تدخلون على الموقع حق الجمعية في التويتر اللي هو الجمعية السعودية لصدر الأطفال، هناك بروشورات كثيرة للربو والحشرات، الربو ومارسة الرياضة، السفر مع الربو، ويعني الزملاء في الجمعية مشكورين ساعدونا وجزاهم الله خير في إنتاج هذه المجموعة، الربو والعناية بالأنظمة التكييف، الربو والإنفلونزا، ماذا نعمل عند حدوث نوبة الربو، كلها بروشورات بسيطة حلوة كذا يعني لطيفة سهلة، إرشادات ونصائح لتفادي مسببات تحسس المنزل، أثر علاج الحساسية على الربو، أجهزة الترطيب والهواء، والأسئلة اللي يكثر فيها دائما القيل والقال. بعض الأمهات هنا لاحظت كثير من الأحيان يمنعون الطفل من ممارسة الرياضة لأنه مسكين لما يمشي يلعب يجري كح، فالأم قلبها رهيف وخايفة عليه فتقول له لا تجري ولا تلعب خليك جالس، فيقوم الطفل يلجأ إنه يعني يلعب الألعاب الإلكترونية والشغلات هذه، وبالتالي يزيد وزنه، وزيادة الوزن ليست شيء طيب. نحن تذكرون قلنا إنه من أهم أهداف الاستراتيجية أن يمارس الطفل حياته طبيعي، ومنها إنه يروح للمدرسة ويلعب ويجري ويسوي نشاطات رياضية بشكل مكثف. طبعا هالأيام في وجود الأزمة يعني في البيت برضو لابد أن الأطفال يسوون بعض أنواع الرياضة في البيت، إذا والله بيكح نعطيه البخاخ الموسع اللي هو الفنتولين قبل
ما يلعب أو يسوي مجهود رياضي يبلغ نص ساعة كذا بعشرين دقيقة، يأخذ البخاخ الأنتولين، وابد أن يستمر على البخاخات الواقية ليلا ونهارا، ما يقطع، متواصلة، لأن مدة العلاج هي مدة البخاخ لما تعطونه يجلس 12 ساعة، فما ينفع نحن نعطي 12 ساعة ونخليه 12 ساعة بدون أي علاج. طبعا البعد عن المهيجات زي ما ذكرنا، البخور والعطور والتعرض للحيوانات وهذه الأشياء مهم إننا نلغيها. طيب نصائح بخصوص ربط صار. طبعا نحن نسمع دائما الفنتولين إنه علاج مهم وكذا، فنلاقي بعض الأطباء الله يهديهم وبعض الأهالي يعطي الفنتولين شراب. ما ينفع، لا تعطون الفنتولين أو موسع الشعب الهوائية للأطفال بالفنتولين. ليش؟ لأنه هالشراب ده بيروح للجسم كله يمتصه، يروح للقلب ويزيد ضربات القلب. والحكمة تقول أنا عندي مشكلة في الرئة، ليش أعطي للجسم كله؟ فندخل الدواء عن طريق القمح، عن طريق البخاخ، يروح دايركت للرئة بدل ما يروح لكل الجسم. طيب قلنا الهستوب وما أدراك ما الهستوب والبروسبان والشغلات ذي ليست من أدوية الربو. خطأ، أدوية الربو ما تحتوي لا على الهستوب ولا الهستامين ولا غيره ولا الفينستيل وهذه الأشياء، هذه مجرد مسكنات ليست لها قيمة. الصحيح أن نستخدم البخاخ الواقي، متابعة الإرشادات للطبيب المختص في الربو. ما هي النصائح بظل جائحة كورونا؟ الجمعية مشكورة، الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر، وجمعيتنا جمعية الأطفال السعودية مع جمعية الحساسية السعودية، والفريق السعودي لعمل الدليل الوطني الربو، واجتمعنا جميعا وبدأنا يعني وضعنا بعض في بداية الأزمة، يعني في مارس تقريبا أو نهاية مارس، إرشادات بسيطة مبسطة للتعامل مع الطفل أو المريض في جائحة كورونا. بلخص لكم هي كثيرة الإرشادات. أولا لابد أن يكون الطفل أو المريض بالربو لابد أن يكون منتظم على العلاج، لابد، لأن لا سمح الله لو صار في أي خلل أو انتكس أو شيء وارتفعت حرارته يصير عندنا خلط ولبس، هل عنده كورونا ما عنده كورونا، ولا سمح الله لو جات كورونا وهو مريض بالربو ما هو كويس. يعني الكورونا إذا صابت الإنسان المريض بالأمراض المزمنة زي السكر والضغط والقلب وغيره والربو المزمن يكون أثرها سيء جدا. فلذلك خلونا متحكمين بالأعراض، نخليهم الأدوية والعلاج، والله خير الحافظ، ما في أي مشكلة. طبعا في الطوارئ إحنا ما ننصح إنه يأخذ البخار في الطوارئ، البخار لأنه تعرفوا في رذاذ وفي رذاذ تنفسي، يعني يطلع منه زي الرذاذ زي الموية، قد تنقل العدوى ما بين من طفل لطفل أو داخل القسم الطوارئ. فلذلك في أثناء جائحة كورونا يعني ما ننصح باستخدام البخار في المستشفيات. طيب إذا في البيت ما عندنا مشكلة، إذا في البيت نستخدم، بس أهم شيء ما يكون في مشاركة في نفس القمع ونفس الكمامة، كل طفل يكون له كمامته الخاصة، كل طفل يكون له القمع حقه، لا تكون في مشاركة حتى لا يكون في نوع من الكونتامينيشن والتلوث. لما نروح الطوارئ، لما نروح المستشفى، نحاول ما يكون في تزاحم، ما ننتظر في الطوارئ أو ما ننتظر في العيادات بشكل كثير، ننسق مع المنسقين في العيادة، أنا موعدي واحدة دايركت أجي قبل واحدة بدقائق أخش العيادة على طول، ما في داعي ننتظر في غرف الانتظار. ولو انتظرنا يكون في تباعد، ارتداء الكمامة والمحافظة على النظافة زي ما هو الإرشادات اللي الجميع عارفها الآن. طيب في ضد جائحة كورونا قلنا أيضا في كثير من اللقط والأسئلة، هل ينتقل فيروس كورونا من خلال حمامات السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة؟ لا يوجد دليل على هذا الشيء، ما ينتقل، يعني نسبح وده ما عندنا مشكلة إن شاء الله. طيب أيضا هناك ترويه مرض الحساسية بوجه عام والربو قد يتعرض الأيام لأعراض تحسس يصاحبها ارتفاع بسيط في الحرارة زي ما ذكرت لكم، وقد يكون نتيجة لالتهاب فيروسي بسيط، هذا لا يعني أنه كورونا. كورونا ما بتجينا إذا نحن في بيوتنا ومحافظين على التباعد الاجتماعي وما نطلع على الضرورة، وأطفالنا في بيوتنا ما يخرجون وما في اختلاط مع مريض، فرحنا إن شاء الله بإذن الله في خير وإلى آخر، وكورونا ما يخترق الجدران ولا يأتي من تحت البيبان. أيضا انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي نصائح باستنشاق بخار الماء الحار، وهذا للأسف سمعناها وقرأناها، يقول لك جيب بخار، جيب موية وغليها وحطها في البخار واستنشقها، استنشق الهواء الحار جدا حتى يقتل البكتيريا أو الفيروسات أو الكورونا
في الجهاز التنفس العلوي. طبعا هذا خطأ، الحار قد يسبب حرق، حيسبب مشاكل، ضيق في التنفس، قد يسبب أزمة للربو، وليست هناك أي يعني حقيقة علمية أو دليل علمي خلف هذه المعلومة، ولذلك لا نستخدمها خصوصا للأطفال. طبعا من الأسئلة أيضا، هل ننصح بتأجيل التطعيمات في هذه الأيام؟ طبعا الأفضل أن نعطي الطفل جرعات التطعيمات حسب جدولها في مواعيدها، ولكن يعني لو استعنا بالخدمة المنزلية، الرعاية المنزلية يكون أفضل. الآن كل المستشفيات تقريبا تقدم الخدمة هذه، يجونكم للبيت يعطون التطعيمات. ليش مهم؟ لأنه ما نبغى أي مشاكل لا سمح الله التهابات هالأيام بسبب عدم إعطاء التطعيمات، وبالتالي تختلط علينا الأمور. الآن أي إنسان عنده حرارة واحتقان وحلق أو كحة، أول حاجة نشك فيها هي الكورونا، فذلك خلونا بعيدين. الأطفال إيش يعني؟ الأطفال هالأيام خصوصا أطفال الربو لابد نهديهم، ولابد أننا نعطيهم معلومات بسيطة جدا بقدر استيعابهم عن الربو وعن الكورونا، يعني ما يخرجون. نشاركهم معانا في قضية كلنا مسؤول، وكيف أننا نقدر نشاهم. يعني هذه بنية كتبت في البيت عندهم، حطتها على الباب وجالسة تنصح أهلها بطريقة الاهتمام ب يعني التباعد الاجتماعي وتنظيف الأيادي وطريقة العطس وآداب الكحة. أيضا الرياضة مهمة، إذا في تجول أو أننا ما نحصل أو أننا في بيوتنا ما نهمل موضوع الرياضة، لأن زي ما ذكرت زيادة الوزن بسبب الحظر أو الجلوس في البيت بشكل كثير أو بسبب النمط الغذائي الغير متزن، زيادة الوزن ليست شكل يعني صحي، وليست أيضا عامل إيجابي في مريض الربو، سواء مريض ربو أو طفل ربو. يعني لما يزيد الوزن ليست علامة جيدة، وقد تؤدي إلى يعني عدم التحكم في الأعراض، إن صح التعبير. ما هي أهم المفاهيم الخاطئة حول الربو؟ إعطاء الطفل أعشاب شعبية وزيوت شعبية لطرد البلغم، قد هذا من الأخطاء. إعطاء طارد البلغم زي البروسبان وغيره هذا خطأ. إعطاء الشراب المسكن للكحة أي أنواع الكحة هذا خطأ، لأنه لما يكح هو عنده مشكلة، لابد نعالج المشكلة ولا نعالج عرضها. إعطاء المضاد الحيوي أثناء الأزمات ليس بصحيح إلا إذا كان هناك علامة حقيقية لوجود التهاب بكتيري يعرفها الطبيب. أيضا بعض الأطفال الآباء يقعون في خطأ إعطاء الطفل أدوية موصوفة، لا يعطون الطفل أدوية موصوفة، يخافون أنه يتعود، يقول لك أنا لا ما أبغى أحط ولدي على دواء وبخاف فترة طويلة، خاف يتعود عليه. لا، نحن لازم نعرف كلما عالجنا الطفل من الربو مبكرا كلما منعنا احتمالية أن يكون الربو عنده مزمن ودائم ويمشي معاه في أثناء فترة البلوغ وهو كبير، وهذا أحد الفروقات ما بينه وبين الكبار. إعطاء الطفل المصاب بنوبة الربو موسع الشعب الرئوي على شكل شراب ذكرناه وقلنا هذا خطأ من المفاهيم الخاطئة. الكي ليس علاج للربو، الكي نوع من إيذاء الطفل، أعتقد أنه فعلا هو child abuse أو child neglect. حقائق على الربو، البخار ليس أفضل من البخاخ كما ذكرنا، البخار له احتياجاته في الأطفال الصغار في الأزمات الحادة، لكنه مهم أيضا نعطيه، لكنه البخاخ في كبار العمر هو الأفضل. شراب طارد البلغم قلنا لا ينفع بل يضر، الربو ليس التهاب رئوي، المضاد الحيوي ليس جد من العلاج، العامل الوراثي للمهيجات البيئية عوامل أساسية في ظهور الربو، شراب الفنتولين ممنوع، لا نعطي شراب بالبخاخ أو بخار، حساسية الأنف مصاحبة للربو ذكرنا في 80% تقريبا عندهم مشاركة حساسية الأنف مع حساسية الصدر، زيادة الوزن والسمنة هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة علاج الربو، هي عامل ليس بشكل طيب. يعني أدوية الربو لا تسبب التعود ولا الأدمان، وليس لها آثار جانبية ولا تسبب زيادة الوزن. عند إعطاء البخاخ يجب إعطاءه عن طريق القمع، لا يعطى بالفم مباشرة، لأنه لو يعطى بالفم مباشرة سيروح للمعدة ولا يروح للرئة، ونحن مشكلتنا في الرئة وليست في المعدة. شراب الكورتيزون البريدو له دواعي طبية ويعطى بوصفة وليس منه خطورة كما هو منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إذا أعطي تحت إشراف طبيب وبشرط عدم إطالة مدة الاستخدام. يعني إحنا نقول 4 كورسات في السنة أعتقد أنها كافية بإشراف طبي، كل كورس يكون من 4 إلى 5 أيام. الأثار السلبية للتدخين على مريض الربو مصيبة، يعني أب يدخن وعنده طفل زي اللي جالس هذا
وعنده ربه لن نستطيع التحكم في الأعراض. فرجاء المدخنين لا يدخنون أمام الأطفال ويريتهم يوقفون، لأنه على فكرة وجدت الدراسة الآن جديدة بنسبة بالموضوع الكورونا، المدخنين اللي جيهم الكورونا وضعهم تراه ما هو طيب. لذلك لابد الإقلاع عن التدخين بقدر المستطاع. الله يخليكم. الإكثار من إعطاء الأكسجين لمريض الربو قد يسبب نتائج سلبية. بعضهم يعتقد أن الأكسجين هو العلاج. الأكسجين ما هو علاج للربو. إذا نزل الأكسجين عن قراءته عن 92% نعطيه في الطوارئ. وأنا لا أنصح أن يكون عندنا مقياس الأكسجين في البيت، يعني لا يجيبوا لي المقياس الذي يتحط في الأصابع ويقيسونه في البيت بشكل دائم، لأنه يسبب قلق والله للأمهات. ما منه داعي. كل شيء إذا زاد عن حد ينقلب ضده. صحيح، ليس من الضرورة عمل أشعة سينية للصدر، قلنا ماء الربو لا يحتاج عمل أشعة بشكل روتيني، ولكن في هناك حالات معينة ننصح بالعمل أشعة، مثلا اشتباه وجود التهاب أو جسم غريب الطفل شرق فيه أو شيء، ممكن نعمل أشعة. علاج الربو يعتمد على منع لاحظوا منع حدوث الأزمة، مو لما يتعب نعالج، يعني مو ننتظر لأن يتعب المريض وبدنا نعالجه، نحن نعالجه ما قبل حدوث الأزمة، خصوصا في الفترات اللي نحن عارفين أنه فيها أزمات الربو زي الشتاء زي ما ذكرت لكم، وذلك بإعطاء العلاج المناسب بفترة معينة. البخاخات فيها كورتيزون، قد تعطى عن طريق بخاخ أو بخار فترات معينة بوصفة معينة تحت إشراف طبي، ما منها أي ضرر بإذن الله تعالى. الخلاصة، الربو مرض مزمن ينتشر ومنتشر، إلا أنه يسهل علاجه والتحكم في الأعراض. العلاج المبكر يأتي بنتائج ممتازة ويقلل من الإصابة بالربو للكبار. لكل طفل مصاب بالربو يجب أن توضع خطة علاجية مناسبة تسبق دراية الموسم التحسسي، وذلك بالجلوس مع الأهل وفحص الطفل فحص دقيق وإعطاء تقييم للحالة بحسب التاريخ المرضي والفحص الإكلينيكي. وضع الخطة العلاجية التي تتمحور حول ركيزتين أساسيتين. أولاً العلاج هي في العلاج هي البعد عن المهيجات، يعني أول شيء لازم نتفق إنه الربو هو تحسس، يعني من اسمه حساسية، يتحسس يعني في شيء يحسسه، إذا هو متحسس. المحسس هذا هو مهيج خارجي بيئي، قد يكون روائح وعطور وبخور وتدخين وحطب وغيره، خصوصا في فصل الشتاء لابد أن نبعدها عن المريض. الركيزة الثانية في العلاج هي إعطاء العلاج المناسب على شكل بخاخات الواقية اللي فيها الكورتيزون اللي ما منه مشكلة ولا يضر ولا يسبب تعود ولا يسبب إدمان ولا يسبب سمنة ولا يخرب الكلى ولا يسبب سكري ولا 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 ولا. الكورتيزون آمن ما منه أي مشاكل، يعطى لو طولنا في شهور ما في منه مشكلة أبدا. شرح الخطة العلاجية للأهل بشكل مفصل عن طريق الطبيب المعالج، ولا بد أن نبين أن الربو ونبسط لهم الصورة ويفهم الطفل والأهل إيش هو الربو وكيفية حدوثه. شرح الطريقة التي تم إعطاء الطفل البخاخ الواقي، لا بد نتأكد في العلاج في العيادة أن الطفل يعرف يستخدم البخاخ والأم تعرف تستخدم البخاخ، يعني ما يجي تستخدم البخاخ عن طريق القمع بطريقة خاطئة، وإلا ما راح نأتي بالنتائج ونضطر بعدين نعطي أدوية زيادة ما لها داعي. يجب وضع خطة بديلة عند بداية حدوث تهيج الصدر، يعني نقول للأم والأب إيش تسوي بالذات هذه الأيام، أيام كورونا صعب الروح للمستشفى. وأنا أعرف كثير من الأمهات، يعني لو تقول لهم تعال العيادة كأنك ما أدري إيش قلت لهم، وأنا والله مقدر ظروفهم، ولذلك هذه أحد يعني أهمية تعاوننا كمجتمع، شريحة مجتمعية ما بين الأسر وما بين الأطباء وما بين يعني مقدمين الخدمات الصحية، أن نجد طرق بديلة، يعني زوم، الواتساب، التويتر، لابد أن نفتح قنوات التواصل. الآن ليس العمل تطوعي بل هو واجب وطني، واجب إنساني، واجب مهني. وجدنا خطة بديلة ضرورية، لازم تعرف الأهل والأم إيش يسوون. طبعا لو الطفل بدأ ينتكس، بدأت حرارته، بدأ يكح، هل نزود الجرعة، هل نعطي بخاخ، نعطي بخار، هذه الخطة لازم أن توضع أثناء العيادة وترسم بطريقة جيدة بحسب حالة الطفل. إعطاء الطفل أو الأهل يعني قنوات تواصل مع مستشفى، قد يتصلون بالطبيب مباشرة، قد يتصلون بالتويتر، قد يتصلون بالسناب، واتصل أي قناة ممكنة فهي مسموحة، يتصلون بالمستشفى، المستشفى يطلب الدكتور بالمنسقة حقة الطبيب،
لابد الآن لكل طبيب، أنا رسالتي العمل ليس تطوعي، العمل واجب وطني إنساني مهني. الرسالة الإيجابية، خلينا نسمع بعض الرسالة الإيجابية. أول شيء نحن نعرف بإذن الله تعالى قريبا ستصبح الكورونا من الماضي. تذكرون زمان سمعنا بالحصبة والجدري والطاعون، بإذن الله حنسمع في المستقبل وعيالنا حيذكرون يقولوا والله سمعنا في عام 2020 جاتهم أزمة الكورونا، وتكون قصة تروى وتذكر. الحمد لله هذا أنا كتبتها قبل يمكن 3 شهور تغريدة، وقلنا سوف يعود المعتمرون الحرم، إلى الآن لم يعودوا ولكن سوف يعودوا قريب. المصلين سوف يعودون للجوامع قريبا، الحمد لله رجعوا، وسوف يعود الطلبة إلى مدارسهم بإذن الله. بعد الحج سوف تزور القمة قريبا بإذن الله تعالى، مبتهجين مبتهجين. أيضا من الوسائل من البشائر أنه بإذن الله سوف نخرج من مجتمعنا من هذه الأزمة، سوف نخرج من عنق رحم هذه الأزمة ونحن متلاحمين متعاطفين أكثر إنتاجية، تعلمنا أشياء كثيرة. يقول لك قيل من الرحم الألام والمعاناة تولد الإنجازات، يعني من ضمن الأشياء اللي تعلمناها كيف نتواصل. والله ما كنت أعرف الزوم، والحمد لله بدأنا نتعلم، أولادنا يتعلمون، صاروا يدرسون في بيوتهم، وأنا أعتقد أن المدرسة حتكون إن شاء الله جزء منها من التعليم المستقبلي، حيكون التعلم عن بعد لأنه فيه ميزة جدا ممتازة. من البشائر أيضا بشروا ولا تنفروا، إنها مرحلة قادمة. خادم الحرمين الشريف الملك سلمان الله يطول في عمره قال نعم إننا نمر في مرحلة صعبة في التاريخ ولكنها ستمضي بإذن الله ستمضي. يعني هذا حقيقة، نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأملنا في الله كبير كبير جدا أن هذه الأزمة حتعدي، تعدي إن شاء الله بدون ضحايا بدون انتكاسات لا في الأرواح ولا في الاقتصاد، ولكن سوف نطلع بتجارب جيدة بتجارب جميلة. حنقول والله نحن تعلمنا أشياء كثيرة، تعلمنا يعني أشياء كثيرة في حياتنا، ونتمنى بإذن الله تعالى الصحة والعافية للجميع، لنا ولأبنائنا ولكل مجتمعاتنا الإسلامية والعربية لدولتنا لبلدنا من مقيمين ومواطنين كبار السن، ربنا يحفظهم لنا يا رب. في الختام أود أن أشكر الجمعية السعودية لصيد الأطفال اللي أنا تشرف أن أكون رئيسها، المجموعة السعودية للأزمة لتشخيصها واللي نسميها سينا، الجمعية السعودية لطب جراحة الصدر، شكر خاص للزملاء أعضاء اللجنة المبادرة لعلاج الربو في السعودية، الجمعية السعودية لطب جراحة الصدر، الجمعية السعودية لطب الصدر الأطفال. هذه أحد الاجتماعات اللي نحن كنا نقيمها عشان نطلع ب بالدليل الوطني أو المبادرة السعودية لتشخيص وعلاج الربو. هذا أحد الاجتماعات اللي كنا مع الزملاء الأفاضل من أطباء وجراحي صدر في المملكة كبار وصغار وأطباء الحساسية. في الختام شكر لكم لحضوركم هذا الملتقى، شكر للمنسقين، شكر لأسترازينيكا لاستضافة هذا اللقاء ورعايتهم لهذا اللقاء. نحن نعود بل عدنا ولكننا نعود بحذر إن شاء الله، ما نتعجل ما نستعجل، ننتظر شوي، قربنا نصل خط النهاية بسلام بإذن الله تعالى، فخلونا بحذر. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد، وشكرا جزيلا لكم. الآن ممكن نفتح المجال للنقاش، إذا كان في أي أسئلة سوف أشوف الأسئلة المكتوبة إن كان إن وجدت. ابني عمره 3 سنوات ويستخدم البخار، فهل هذا العلاج آمن؟ احنا قلنا من شوي انه الاطفال اللي يكونوا يعني اقل من 3 أو 4 سنوات يعني ابو لهذا العمر، اذا هو اموره كويسه على البخار والجرعه مقننه وقليله وما بياخذ يعني جرعات عاليه واموره زينه والاعراض متحكم فيها وشافوا الدكتور واموره زينه، ممكن نحن نقلل من الجرعات. بس هذا ما بيصير الا لما نشوف الطبيب. يعني خلينا نقول في هالطفل ده ما نبغى نستمر فترات طويله على البخار، خلينا نحاول معاه مثلا نعطيه البخاخ عن طريق القمح، لانه البخاخ في نفس الكورتيزون بس كميه بسيطه جدا بدل ما ياخذ البخار، ولو انه برضه الجرعه ما هي بعاليه. يعني نحاول معه على البخاخ، ولكن اذا اموركم كويسه ووضعه زين
فهذا العمر عادة نحن فصل الشتاء فصل الصيف الآن بالعادة تكون الربو عند الأطفال زي ما ذكرتكم في المقدمة يكون خفيف، ففرصة مناسبة جدا إننا نحاول نقلل من العلاج أو نوقف العلاج، بس إذا انتكس نرجعه. ليه أنا أقول الكلام ده؟ لأنه ورانا الشتاء، وبالعادة هم يتعبوا في الشتاء بالعادة، بس إن شاء الله لا، فنخلي للشتاء فرصة يعني. طيب هذا سؤال، أنا ماني شايف الحقيقة، الأسئلة كثيرة يمكن مرينا عليها معظمها قد يكون نحن مرينا عليها. طيب أنا بنتظر شوي إذا كان في أي أحد عنده سؤال أو استفسار، فأبد معانا نقول 5 دقائق 10 دقائق إذا حبيتوا، إذا ما في أسئلة فنختم لأنه العشاء أذن، فبعطيكم 2 3 دقائق إذا كان في أي سؤال أو استفسار، أو نقول بسم الله ونختم. أتمنى إن شاء الله إنه يكون هذا اللقاء يعني فيه فائدة، أتمنى إنه الرسالة وصلت، أتمنى إنه يعني فهمنا ماهية الربو بالذات ربو الأطفال، عرفنا الفروقات، عرفنا الأعراض، عرفنا ليش تحدث الأعراض عند الطفل، شفناها في الفيديو كيف تحدث، ليش الطفل بيكح، ليش الطفل بيجيله سرعة تنفس، عرفنا إنه العلاج هو الرئيسي هو إعطاء البخاخ المناسب عن طريق القمع أو البخار المناسب إذا كان عمره صغير، وعرفنا إنه الهدف الرئيسي من العلاج هو أن الطفل يكون خالي من الأعراض، يمارس حياته بشكل طبيعي، يجري ويلعب بدون ما يتعرض لأي نكسات، ينام بشكل طبيعي ولا يتعرض لأي كحة نسائية ولا غيره. عرفنا أنه الدواء يكون أقل جرعة ممكنة، أقل كمية ممكنة لفترات محددة معينة، وعادة في فصل الشتاء تحت رقابة طبية وإشراف طبي، البعد عن المهيجات كالبخور والعطور والروائح الفواحات، المتابعة في العيادات مهمة، وعرفنا أنه البخاخ الموسع هو يعطى أثناء حدوث الأزمة اللي هي الكحة وليس جزء من العلاج. عدم استخدام البخاخ الموسع هذه علامة جيدة، معناته أنه الطفل أموره زينة، إذا أخذ البخاخ بشكل دائم معناته أموره برضه ممتازة وزينة. إحنا نتمنى نشوف الطفل دائماً في العيادة الخارجية، ولا نتمنى نشوف الطفل في الطوارئ لأنه معناته عنده انتكاسة. أيضا ذكرنا أن البخاخات بوجه عام ما تسبب أي مشاكل ولا لها إدمان ولا 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 غيره. عرفنا الأدوية الممنوعة زي طارد البلغم وزي الـ يعني الهستوب وغيره وغيره والبروسبان، لأنه هذه بتزيد المشكلة ولا بتحلها. عرفنا أيضا أنه حساسية الأنف قد تكون مصاحبة، وقلنا انه علاج حسية الانف ضروري للوصول الى التحكم في اعراض الربو. قلنا ان في ظل جائحة كورونا مهم جدا جدا اننا نتحكم في الاعراض، لانه ما نبي اي انتكاسات هذه الايام لعدة اسباب. السبب الاول انه صعوبة الوصول الى العيادات، الشيء الثاني انه لا سمح الله لو انتكس وتعرض لكورونا فهذه مشكلة. تقريبا هذه الخلاصة اللي نحن وصلناها، وقلنا انه الان ضرورة للاطباء ان يفتح مجال التواصل مع الاهالي، وهذا مطلب وطني ديني مهني ليس تطوعي. وفي الأخير ختمنا لقاءنا بالدعاء أن ربنا يزيل هذه الغمة عن الأمة عاجلا غير آجل. هناك بشائر خير بإذن الله تعالى بدت يعني ملامحها تظهر في رفع الحذر، بدت الحياة ترجع تدريجيا، وقلنا في الأخير نرجع ولكن بحذر. أسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظ بلدنا من كل شر ومن كل سوء يا رب. في سؤال هنا يقول لي هل هناك شهادة للحضور؟ والله ما حسبنا والله في الحسبان أن يكون في شهادة للحضور، ولكن ممكن إذا هي ضرورة ممكن تتواصل أو تتواصلي أو تتواصل عن طريق التويتر حق الجمعية اللي هو موجود في الإعلان، في نفس الإعلان موجود اللي هو SBBA Live على تويتر، وتذكر لعلنا إن شاء الله ممكن نتواصل معك الخاص ونجهز لك الشهادة إذا كانت هي ضرورية، بس والله ما كانت في الحسبان صراحة ولا حطينا ببالنا لنعطي. البخاخ العلاقي عادي يجلس عليها فترة طويلة الطفل
وكيفية آلية التوقيف. احنا قلنا عادي لو جلسنا شهور ما في مشكلة، آلية التوقيف تدريجيا خصوصا هذه الأيام، خصوصا احنا فصل الشتاء، يعني فصل الصيف الآن اللي هو فصل عادة ما يتميز بحدوث الربو، فنحن نستفيد من هذه الفرصة وهذه الفسحة إننا نقلل من البخاخ، يعني ممكن نقلل من البخاخ تدريجيا، يعني إذا كان يأخذ بختين كل 12 ساعة نعطيه بخة كل 12 ساعة، إذا كان يأخذ البخاخ الدرجة العليا نعطيه الدرجة الأخف، بعد أسبوعين ثلاثة نشوفه نقيمه، بدنا نبدأ تدريجيا ممكن نخليه بخة بالليل، وبدنا نوقف السنجلير إذا كان يأخذه الإرفاف، وبدنا تدريجيا نقلل. ودائما أنا أقول إذا بدأنا نقلل ويعني انتقلنا المرحلة وبدأ ينتكس نرجع للمرحلة اللي قبلها ونستشير الطبيب. لو تشوفوا على الشات في الايميل حق الخاص بالجمعية اللي هو sppa.office@gmail.com موجود، شوفوا على المرسول للشخص للزميل او الزميلة اللي رسلت تبغى الشهادة، ممكن ترسلون على الايميل نعطيكم الشهادة إن شاء الله، شهادة الحضور. وفي الختام أشكركم لحضوركم، أتمنى لكم مساء سعيد، حياة سعيدة، ويكم جميل، الله يحفظكم يرعاكم، نراكم على خير، في أمان الله.